العمل تاعي هي براغماتيكية، يعني تعتمد على الشفافية والوضوح والصراحة، وأيضا تعتمد على الصدق ومواجهة المواطن والتكفل بانشغالاته واستقباله، وفي نزولي للورشات ومتابعة التنمية على مستوى المحلي من أجل تحسين طال معيش المواطن، نلتقي بالمواطنين ونتحاور معهم ونتشاور معهم ونتبادل الأطراف الحديث من أجل إيجاد الحلول اللازمة لأي مشكل كان، وأبواب كلها مفتوحة، ونعمل على تسديد الصعاب، وأيضا نعمل على يعني محاربة البيروقراطية والمحسوبية وغيرها من الآفات الغريبة والقديمة والتي قد ولى عهده. ولاية تاريخية عريقة مجيدة، بلد ثورة، بلد أبطال، يعني نعاهد سكان باتنا بأنني سوف أعمل بكل ما أوتيت من قوة من أجل تحسين الإطار المعيشي، من أجل رفع عجلة دفع عجلة التنمية ورفع المستوى المعيشي على المستوى المحلي والتكفل بانشغالات المواطنين، وأبواب كلها مفتوحة من أجل الاستماع والإنصات إليهم، وذلك أيضا من خلال توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتنسيق مع مختلف الهيئات على غرار المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني والجمعيات وتنسيقيات الأحياء وغيرها، وحتى المنتخبين المحليين والمنتخبين الولائيين ومنتخبي البرلمان بغرفته، مجلس الأمة ومجلس الشعب الوطني.